يوجد على مستوى كل بلدية من بلديات الولاية خلية تتعلق بالمصادقة على هذه الاستمارات، في حين تتواجد على كل مستوى الملحقات البلدية، وكذلك على المستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، وكذا المندوبيات البلدية. لذا تم توفير كل ما يتعلق بالاحتياجات البشرية والمادية لهذه العملية، وهي تسير سيرا مضطردا وحسنا إن شاء الله. دعم للسيد عبد المجيد تبون بصفته مرشح الإجماع إن شاء الله، ونتمنى هذه الانتخابات تكون زيادة إن شاء الله على الشيء اللي قدمه للرئيس الجمهورية سابقا المترشح الحالي السيد عبد المجيد تبون. أننا بمجرد دخولنا للجنة المستقلة وجدنا كل الترحيب والمرافقة من أجل السيرورة الجيدة لهذه العملية، وبإذن الله في الساعات القادمة ستكون نجاح باهر لهذه العملية، وبالتوفيق لكل المترشحين لهذه الانتخابات. وإن شاء الله هذه الانتخابات تعتبر انتخابات مصيرية، وهي تؤسس لبناء الجزائر الجديدة.